اسمي بوبان يوفيتش من سلوفينيا. هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها قطر ومستشفى أسبيتار الذي يتمتع بمرافق وطاقم طبي على مستوى عال، وأتمنى أن يساعدوني في التعافي من الإصابة التي يعاني منها. وأنا أتواجد هنا منذ أسبوعين للعلاج بسبب مشكلة في أعلى الفخذ، وكنت قد شعرت في البداية بألم في البطن، وقد أكد الفحص بالرنين المغناطيسي الإصابة، وأشعر حاليا بأنني في حالة جيدة جدا، وأمل أن أتعافى في سبيطار.